سورة المجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المجمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبدل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان نسيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرعوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Demikian pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Mujammil. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi ahli Al-Qur'an, bisa mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas seluruh hatinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.